أنا لا أصلي وكل ما أريده أن أصلي، لا أستطيع أن أصلي. لابد أن تعلم أن الصلاة صلة بينك وبين الله، والذي يصلي صلاته علامة الإسلام، صلاته شعيرة من الشعائر الظاهرة التي تدل على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا أو بعث بعثا أمرهم أن يتربصوا، فإن سمعوا أذانا فليمسكوا، وإن لم يسمعوا أذانا فليشنوا غارتهم. فسماع الأذان دلالة على الصلاة، دلالة على الصلاة. واتفق الصحابة على قتال الطائفة التي تمتنع عن الصلاة، فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يترك الصلاة، لأن الله تعالى فرضها وأمر بها ووقتها بأوقات محدودة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، من جملة المباني العظام الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الإسلام والكفر الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والعلماء مختلفون في توجيه كلمة الكفر في هذا الحديث ونحوه. فلابد أن تكون لك عزيمة قوية، ولابد أن تستشعر عبوديتك لله، وأن تعلم أن الصلاة دليل على طاعتك لربك سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يسددك وأن يربط على قلبك وأن يقوي عزمك وأن يحببك في أن تصل إليه وأن تتواصل في الخير إن شاء الله.